هو شيء يستطيع رسم البسمة على شفاه ذاقت الألم في سن مبكر. إنه الشيء ذاته الذي تحول به الحزن إلى فرح. بعض من الاهتمام، بعض من العطاء بإمكانه أن يرسم بسمة لا تنسى على مر الزمان. أن ترسم ضحكة أمر سهل، ولكن أن ترسم ضحكة على وجوه لم تعتاد الضحك لأسباب أقوى منهم هو شيء صعب المنال، ولكن ليس مستحيل. وهذا ما استطاعت شركة تقارب بالتعاون مع جمعية لون حياتك الخيرية فعله في هذا اليوم، حيث أقاموا يوماً مليئاً بالنشاطات والفرح والضحك واللعب لأطفال صغار ذاقوا معنى كلمة أنا يتيم، حيث أنهم استطاعوا قلب هذا المعنى إلى كلمة أخرى وهي أنت لست وحدك، وذلك من خلال أخذهم في جولة في إحدى المجمعات التجارية وشراء ملابس جديدة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. أقاموا لهم نشاطات كثيرة استطاعوا بها إسعاد قلوب هؤلاء الصغار. ثم إقامة إفطار جماعي لهم. بعدها تسليمهم هدايا بمناسبة العيد. إذن لا نبالغ عندما نقول إنه شيء صعب المنال، ولكن نبالغ عندما نقول إنه مستحيل. فإسعاد القلوب ليس مستحيلاً، فكانت هذه المبادرة تهدف إلى تحويل كلمة أنا يتيم إلى كلمة أنت لست وحدك.